وجود السيد الرئيس اليوم صباح اليوم في الإسماعيلية وافتتاح القرية الأولمبية بالإسماعيلية، وأيضا وجوده بهيئة قناة السويس، وذلك على هامش تفقده لمحافظة والهيئة بمحافظة الإسماعيلية. القرية الأولمبية الحقيقة طبعا لهيئة قناة السويس بتحتوي على العديد من المنشآت الرياضية الهامة، وأعتقد أن هي أيضا ستفيد أيضا في الكثير من الأشياء، ومنها استاد هيئة قناة السويس الأولمبي الذي يعد أحدث المنشآت الرياضية بالقرية الأولمبية، والذي صمم وفقا للاشتراطات الدولية الخاصة بالفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وفي الصورة تشاهدون أيضا شهد الرئيس السيسي تدشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس، واطلع سيادته على الموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة. يعني زي ما أنتم شايفين السيد الرئيس اليوم أيضا في حديثه وفي أيضا كلماته المختلفة ومداخلاته أعطى الأمل للمصريين، وتحدث أيضا عن وضع الاقتصادي لمصر، وتحدث أيضا عن الإنجازات، وأعطى الأمل للمصريين بمنتهى الشفافية ماذا ما لدينا وما نقدمه، وكيف سيكون أيضا خطوات الدولة أيضا وخطوات مصر في الفترة المقبلة بإذن الله. طيب تعالوا نروح إلى خبر أعتقد هو الخبر الهام الذي تتناوله كل وسائل الإعلام منذ الصباح. منذ الصباح أعلن قصر باكنغهام بأن الملكة تحت الإشراف الطبي، وأيضا منذ ساعات قليلة جدا أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز 96 عام. وطبعا زي ما أنتم عارفين أنه الملكة طبعا توفيت من السن ومشاكل صحية، وكانت اللقاء الأخير كان بينها وبين رئيسة الوزراء الجديدة المعينة، والتي سلمتها الملكة التكليف برئاسة الوزراء، وذلك قبل يومين. وبالأمس كان لديها اجتماع ونصحها الأطباء بألا يعني أن ترتاح، ويبدو أن اليوم كان هو اليوم الأخير لملكة بريطانيا وبريطانيا العظمى ملكة إليزابيث عن عمر 96 عام. أعلن قصر باكنغهام أيضا بتشكيل بتنكيس كل الأعلام الموجودة زي ما أنتم عارفين، وطبعا يتم تنكيس الأعلام الخاصة بالقصور الرئاسية ليس فقط في بريطانيا ولكن أيضا في نيوزيلندا وأستراليا وكندا. كان آخر ظهور للملكة طبعا وقت تعيين زي ما قلت لحضراتكم، دي آخر صورة كانت تجمعها مع ليز تراس رئيسة الوزراء في 6 سبتمبر الماضي، وطبعا التقطت الصور التذكارية معاها، وأعتقد ستكون هذه آخر صور تذكارية رسمية في قصر بالمورال في طبعا اسكتلندا. انتوا عارفين هذا القصر بالمورال اللي يعني بتذهب إليه الملكة في هذه الفترات، فقط لأنها يعني هو القصر الصيفي، فأعتقد أنه وفقا للإجراءات والبروتوكول سيتم نقل جثمان الملكة إلى لندن لتبدأ بعد ذلك المراسم الخاصة. الصورة الحية التي نشاهدها الآن على الشاشة هي صورة قصر باكنغهام. طبعا القصر منذ إعلان قصر باكنغهام بأن الملكة تحت الإشراف الطبي، وقبل حتى إعلان وفاة الملكة، كان كل الناس موجودة، وكانت الوكالات الأنباء والصحف وكل الناس كانت موجودة، حتى السائحين المتواجدين في لندن أو يعني بالقرب من قصر باكنغهام كانوا موجودين. أعتقد أن الأعداد تتزايد وستتزايد لحب الإنجليز للملكة. الملكة هي حبيبة الإنجليز، وهم يعلمون بأنها هي من تمسك بالاستقرار. الملكة كان لها خطاب هام وقت بريكسيت، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كانت تطمئن الناس لأنها لاحظت بأن هناك اختلاف ما بين من يوافق ومن لا يوافق، فخرجت في خطاب مهم. زي ما أنتم شايفين هذا بث مباشر لقصر باكنغهام بالاس اللي بيقف عنده البريطانيين زي ما أنتم شايفين وأعداد. وطبعا إحنا عارفين بأنه مع وفاة الملكة يتقلد الأمير تشارلز على طول المملكة ويصبح ملك بريطانيا، وسيكون ولي العهد هو الأمير ويليام، إلا هيكون طبعا أمير ويلز لأن هي دي
دي طبقا للمراسم وطبقا للترتيبات الخاصة، بيكون هو أمير ويلز فيستلم إمارة ويلز ويبقى هو ولي العهد. طبعا انتم عارفين بانه ياتي هذا طبعا، وطبعا القياده المصريه والسيد الرئيس فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ينعي الملكه اليزابيث الثانيه قائلا: اتقدم بخالص العزاء طبعا باسمي وباسم شعب مصر، وذلك للعائله الملكه والحكومه البريطانيه والشعب المملكه المتحده في وفاه الملكه اليزابيث الثانيه التي يعني قادت بلادها لفتره طويله بحكمه بالغه، وانني اؤكد عزمنا بالعمل مع الملك تشارلز العزيز، علاقات بلدينا وشعبنا الصديقين، وعزائي للامه البريطانيه في هذا المصاب الجلل، وثقتي كامله بقدره الملك تشارلز لسد الفراغ الذي ستتركه الملكة إليزابيث الثانية. وطبعا دي كانت كلمة ونعي السيد الرئيس لطبعا الملكة إليزابيث وإلى بريطانيا العظمى. تعالوا نتابع معكم هذا التقرير. رحلت سيدة القصر الأشهر حول العالم وأقدم ملكة على وجه الأرض، صاحبة الأرقام القياسية في سنوات الجلوس على عرش بريطانيا، الملكة إليزابيث الثانية التي ودعت العالم اليوم عن عمر ناهز 96 عاما، عقود طويلة فوق عرش بريطانيا. حملت العديد من الأرقام القياسية التي جعلت من إليزابيث الثانية ملكة متفردة. تولت إليزابيث الثانية عرش بريطانيا منذ أكثر من 70 عاماً، متخطية الرقم القياسي السابق لجدة جدتها الملكة فيكتوريا التي استمرت فترة حكمها 63 عاماً و7 أشهر ويومين. زارت إليزابيث الثانية بصفتها ملكة أكثر من 100 دولة، وهو رقم قياسي آخر لم يحققه عاهل بريطاني، وذلك قبل أن تتوقف عن جولاتها الخارجية في عام 2015 عقب بلوغها عامها 89. وخلال فترة توليها العرش قامت الملكة إليزابيث الثانية بحوالي 21,000 التزام رسمي، وأعطت الموافقة الملكية لنحو 4,000 مشروع قانون، وأقيمت تحت إشرافها أكثر من 180 حفلة استقبال في قصر باكنغهام. وعاصرت الملكة 15 رئيساً للوزراء، بداية من وينستون تشرشل عام 1952 وصولاً إلى ليز تراس. ومن بين أرقامها القياسية الملفتة أيضاً أنها التقت ب13 رئيساً من الرؤساء الأمريكيين 14، وذلك منذ هاري ترومان إلى جو بايدن. ليس هذا فقط، بل كانت الملكة إليزابيث الثانية أول عاهل بريطاني يزور الصين عام 1996، وأول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام مجلس النواب الأمريكي. بعيداً عن الأرقام القياسية، تحمل حياة الملكة إليزابيث الثانية العديد من المفارقات الغريبة التي لم ترتبط بأي حاكم آخر. فقد تناولت السينما والدراما شخصيتها في 100 عمل فني، أشهرها فيلمي ذا كراون والملكة ورويال نايت أوت. كما كشفت إليزابيث عن ولعها بالفن عندما شاركت في المسرحية الكوميدية جيمس بوند مع دانيال كريج عندما استضافت لندن أولمبياد 2012.
طبعا وفاة ملكة بريطانيا ده حدث جلل بالنسبة للبريطانيين والإنجليز، وزي ما أنتم عارفين الملكة محبوبة ومعشوقة للإنجليز لأن هم يشعرون بالاستقرار، يعني مع وجود الملكة يعرفون أن هذا هو الاستقرار. حتى في وقت كورونا خرجت الملكة بخطاب تطمئن شعبها بأنها أزمة عالمية صحية وحنعدي منها، وفعلا عدت بريطانيا رغم أن الملكة نفسها أصيبت بكورونا، لكن هي كانت دائما العاقلة المختلفة. خلينا ناخد أيضا هذه المداخلة الصحفية مع الكاتب الصحفي من لندن محسن حسني لنعرف ماذا يجري هناك. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين الكرام. يعني مساء الخير، انا عارفه انه امام قصر باكنغهام واحنا معانا بث مباشر الان امام قصر باكنغهام، الجميع يقف سواء من بريطانيا او السواح او الناس او الزائرين او نعم. او الصحافه او وكالات الانباء، فاطلعنا على يعني مستجدات الاحداث وايضا ترتيب الجنازه لاني اعرف بانها سيكون لها ايام ولها بروتوكول. نعم طبعا، وفاة الملكة موضوع لها خطة أمنية محكمة منذ ستينيات القرن الماضي، تعرف بخطة جسر لندن، وهي تعني التفاصيل كيف سيتم الإعلان عن الوفاة وكيف سيتم التعامل إعلاميا مع مراسم الوفاة وكيف سيتم إبلاغ الشعب وكيف سيتم حتى كيف سيقوم طواقم الطيران بإبلاغ هذه الأخبار للركاب في هذه الأثناء. كل هذه التفاصيل موضوعة منذ ستينيات القرن الماضي. الآن بريطانيا تشعر بحزن شديد أستطيع أن أقول، لأن الملكة كما تعرفون لديها شعبية عريضة جدا وواسعة، أفنت حياتها في خدمة العرش والتاج البريطاني وفي خدمة البلاد. غالبية الشعب أو السواد الأعظم من الشعب البريطاني يكنون للملكة كل إخلاص وكل تقدير ويشعرون بحزن شديد لفراقها. طبقا للمراسم سيتم في اليوم التالي للوفاة وهو غدا الإعلان عن تنصيب الأمير تشارلز ملكا جديدا للبلاد. اليوم كما تعرفون بورصة لندن أغلقت أبوابها حدادا على وفاة الملكة. هل البورصة أستاذ محسن ستغلق أبوابها لمدة بقى 19 أيام طبقا للبروتوكول ولا مجرد بس الأيام الأولى؟ يعني هو مش محدد الحقيقة بشكل صريح، إذا كان لأنه طبعا المصلحة العليا للبلاد والاقتصاد طبعاً. وعمليات التضخم العالية التي تشهدها بريطانيا وأوروبا والعالم هذه الأيام قد تكون لها كلمة، ولكن في النهاية المراسم تتضمن أن تغلق بورصة لندن أبوابها، وهذا ما حدث بالفعل اليوم. لا نعرف إن كان هذا سيستمر لعدة أيام أم سيستمر طيب 10 أيام. طيب خلينا نمشي بالترتيب. يعني إحنا الآن شايفين التجمهر والتجمع أمام قصر باكنغهام في لندن، وعرفنا من جسر لندن يعني البروتوكول والترتيبات زي ما حضرتك ذكرت تماما بأنه سيتم نقل جثمان الملكة حتى تصل إلى قصر باكنغهام. ما الذي سيحدث غدا بعد نقل الجثمان؟ هناك مراسم جنائزية ملكية متفق عليها تم تطبيق بعضها منذ عامين حين توفي الأمير زوج الملكة الأمير فيليب. هذه المراسم تتضمن وقوف عدد كبير من الشعب البريطاني لمشاهدة المراسم، وأيضا مشاركة سلاح الخيال الملكي ومشاركة سلاح الطيران الملكي في مراسم مهيبة، تعبيرا عن يعني تقديس هذا الرمز أكيد. الذي أفنى حياته في خدمة البلاد. هناك مراسم عديدة ستبدأ أو بالفعل بدأت اليوم وستستمر لعدة أيام. بالتوازي مع هذه المراسم ستبدأ مراسم تنصيب الأمير تشارلز ملكا جديدا لبريطانيا. تمام، هل أيضا حيكون بعدها أيضا نفسها تولي الأمير ويليام كولي للعهد وأمير ويلز حيبقى؟ نعم نعم، سيكون الأمير ويليام هو ولي العهد الجديد، وكل هذا طبعا ما يعني متفق عليه أو ليس فيه أي خلاف مع القواعد المعمول بها في العائلة المالكة منذ بداية الحكم. يعني ف
فالأمير ويليام سيكون هو ولي العهد، والأمير تشارلز هو الملك الجديد. هذا له مراسم ستتم أكيد خطوة بخطوة مع مراسم طيب وداع يعني الملكة إليزابيث الثانية. العناوين التي خرجت سريعا بعد الوفاة، العناوين سواء في الديلي ميرور أو في السن أو في الاندبندنت أو في البي بي سي، ما هي العناوين؟ يعني ماذا قالت العناوين؟ يعني الحقيقة أنه بعض الصحف، تعرفين ويعرف الجميع أن هناك حرية كلمة وحرية صحافة عالية جدا في بريطانيا، وهي قلعة على الحريات في العالم. هناك بعض الصحف تنبأت بالوفاة قبل حدوثها، والبعض نشر وقال أن أنه يشعر بحزن شديد، لأن الملكة ربما تكون على فراشها وتعيش لحظاتها الأخيرة. وبالفعل بعد النشر في بعض الجرائد هذه التكهنات، حدثت وقعت الوفاة بالفعل، وأعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة. الذي أريد أن أقوله أن الحزن يخيم على الشارع، الحزن يخيم على وسائل الإعلام البريطانية. الملكة كان لها دور كبير جدا في الأعمال الخيرية، ليس في بريطانيا فقط وإنما صحيح في أنحاء مختلفة من العالم. الملكة كانت تبتعد قدر استطاعتها عن السياسة الداخلية وأيضا الخارجية، وكانت تكتفي بالعمل العام النافع للناس سواء داخل بريطانيا أو خارجها، وكانت تحظى بشعبية كبيرة جدا ليس فقط بين البريطانيين وإنما في أوروبا وربما أكيد العالم بأكمله. أكيد. أنا بشكر حضرتك جدا، وسنتابع أيضا، بشكر الكاتب الصحفي محسن حسني حسني، ونحن نتابع مع حضراتكم هذه الصورة من حية من قصر باكنغهام بالاس. وزي ما أنتم شايفين المواطنين واقفين، أو البريطانيين أو وكالات الأنباء وكل يعني سائحين، يعني الجميع ينتظر ربما يعني انه الملكه يعني سياتي جثمان الملكه الى قصر باكنغهام طبقا للبروتوكول، وهو ايضا ده شعورا منهم بانهم يفتقدون الملكه، ويودون ايضا انهم يكونوا حتى رغم رحيل الملكه موجودين حتى الساعات الاخيره. خلينا ناخد راي اخر ايضا من خلال الكاتبه الصحفيه منال لطفي مدير مكتب الاهرام في لندن. مساء الخير استاذه منال. مساء النور أستاذة شفكي والمستمعين المصريين الكرام. أستاذة منال، قولي لي يعني وقت، أولا نحن نترقب منذ الصباح والإعلان بالقصر باكنغهام البيان الأول بأن الملكة تحت الإشراف الطبي، وكان يبدو واضحا بأننا سنستقبل هذا الخبر في خلال ساعات. كلميني عن العائلة الملكة وصول العائلة الملكة إلى قصر بالمورار، والجميع كان موجود حول الملكة. كلميني عن يعني ما سيحدث في الأيام المقبلة. أولا نحن عرفنا في منتصف النهار حوالي 12 ظهرا أن الملكة ليست في حالة صحية ممتازة، وأن هناك قلق من الأطباء على صحتها. وبعد ذلك على طول توجه الأمير أندرو وإدوارد وأيضا ويليام وصوفي زوجة إدوارد، وبمجرد توجه الأربعة في طيارة واحدة تدركين فورا أنه في الأمر شيء خطر. الساعة 4:30 طبعا بريطانيا حتى 4:30 لم تكن تعلم أي شيء، وحتى لغاية 6:30 يعني 4:30 تم إبلاغ رئيسة الوزراء الجديدة لستراس، 4:30 تم إبلاغ رئيسة الوزراء، ومن يقوم بالإبلاغ هو السكرتير الخاص للملكة. تمام. فالسكرتير يبلغ رئيسة الوزراء أنه الملكة توفيت، ثم بعد ذلك بعدها بساعتين 6:30 عرفت الصحافة البريطانية والشعب البريطاني والعالم أنه الملكة توفيت. تمام. إذن طبيب الملكة الخاص طبعا أعتقد أنه كان يدرك أنه الملكة في ساعتها الأخيرة، لأنه عادة عندما يتم إخبار الشعب البريطاني، لأنه كل ما يتعلق بصحة الملكة عادة سر ويتم التكتم عليه، يعني لا يتم أبدا. هذا حدث تحديدا هذه المرة الأولى أعتقد أستاذة منال، هذه المرة الأولى أن يخرج قصر باكنغهام بهذا البيان عن صحة الملكة، وهذا الشيء المفاجئ، لأنه الملكة قبل 48 ساعة عندما كانت تنصب لستراس وزيرة صحيح رئيسة للوزراء كانت تبدو بصحة جيدة، لم يكن صحيح هناك أي شيء يؤشر إلى أن هي مريضة. طبعا نحن لا نستطيع أن نخبر الطبيب الخاص للملكة أنه يخبر الشعب البريطاني تحديدا حالة الملكة، لماذا ماتت ماتت خلال 48 ساعة من مقابلتها صحيح للوزراء، ولكن يمكن الأطباء بالأمس
كانت الملكة عندها الاجتماع الدوري اللي بتلتقي فيه بعض الأمور، نصحوها الأطباء بألا تخرج لهذا الاجتماع، فيبدو أن اللقاء الأخير كان مع ليزا تراس، يعني أنها تستقبلها فقط يعني، وبعدين يعني يبدو أن الملكة شعرت بقى بالتعب يعني بعدها. وهذا يدل على أنه هي حتى اليوم الأخير فكرة السنس اوف ديوتي، إحساس الواجب. الملكة طبعا صحتها متوعكة منذ فترة بعد إصابة كورونا، وهي اشتكت شخصيا، قالت أن كوفيد 19 أثر كثيرا على صحتها، وبدأت تستخدم العكاز، ومنذ وفاة طبعا زوجها الراحل طبعا هي حست بالأسف أيوة وقت وفاة زوجها. أنا عايزة بس أخد حضرتك للأيام المقبلة، كلمينا عن، أنا عارفة أن هناك بروتوكول، وبروتوكول موجود منذ سنوات باسم جسر لندن، وله أيام داي 1 داي 2 داي 4 لحد داي 10 أعتقد أو 9 حيث الجنازة. هل تم إعلان على أنه شكل الجنازة ممكن يبقى عامل إزاي، أو إيه اللي هيحصل، وتسلم الأمير أو الملك بقى تشارلز المملكة تسلمها من الآن يعني؟ غدا طبعا هيكون أول شيء صباحا 9 صباحا هتبدأ قرع الأجراس في كاتدرائية ويستمينستر وكاتدرائية القديس بولس في منتصف في وسط لندن، وهذا حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الراحلة. وبعد ذلك سوف يتم أيضا إطلاق الطلقات البندقية أو بالبنادق في هايد بارك وفي تاور هيل، وممكن بالتأكيد هناك دقيقة صمت وطني على نوع من الحداد على وفاة الملكة. أيضا غدا أعتقد أنه من المتوقع أن الملك تشارلز الثالث سوف يجري أول لقاء لي مع رئيس الوزراء أو رئيس الوزراء ليستراس، سوف يكون هذا أول أداء رسمي لوظيفة. صحيح، رئيس الوزراء والبرلمان أعتقد، أعضاء البرلمان سوف يلتقي أيضا لاحقا مع زعيم المعارضة السير كريس ستارمر ومع رئيس أساقفة كانتربري، هذا كله سوف يكون غدا. من المتوقع أيضا أعتقد أنه تشارلز سوف يلتقي بعض المسؤولين الكبار رفيع المستوى في مكتب الملكة. لماذا؟ لأن هناك الملكة طبعا لديها ما يسمى الريد بوكس، هو طبعا الصندوق الأحمر، هذا يكون فيه كل أمور الدولة العاجلة والحساسة، وبسبب الطبيعة المفاجئة لمرض الملكة والطبيعة المفاجئة لوفاة الملكة، يعتقد أنه في الريد بوكس هناك الكثير من شؤون الدولة التي ينبغي على الملك الجديد أن يطلع عليها. إذن غدا سوف يجتمع هو مع كبار مسؤولي مكتب الملكة، وسوف يطلع على هذا، سوف يتم في قصر سان جيمس على ما أعتقد، سوف يطلع على الأوراق الهامة بالدولة البريطانية مع كبار المسؤولين في مكتب الملكة. ترتيبات الجنازة بقى، لأن دي جنازة القرن يعني هذه الجنازة المهيبة لملكة حكمت في العالم 70 عام، هي جنازة مهيبة، هتكون هيكون وضعها إزاي؟ هل هيسمح للشعب بأن يلقوا النظرة الأخيرة على الملكة وقبل الجنازة، ولا ده في حضور الجنازة؟ لا أكيد صحيح، سوف يسمح بالتأكيد حتى للبريطانيين، ليس فقط عندما يأتي الجثمان إلى لندن هنا ويوضع في ويستمينستر أبي، لكن حتى سوف يوضع الجثمان غدا في هوليرود هاوس، هذا القصر ملكي في اسكتلندا، والملكة كانت تحب اسكتلندا لأنه قضت فيها شهر العسل مع الأمير الراحل فيليب. تمام. فغدا الاسكتلنديين سوف يلقون نظرة الوداع على جثمان الملكة في هوليرود هاوس، ثم بعد ذلك قبل أن ينتقل إلى باكنغهام بالاس، قبل أن ينتقل لباكنغهام بالاس بقطار ملكي، وبعد ذلك سوف يوضع الجثمان في ويستمينستر أبي. من المتوقع بالتأكيد أن يشارك كل رؤساء وزراء المكونات التي تكون الاتحاد البريطاني، رئيس وزراء اسكتلندا طبعا وأيرلندا الشمالية وويلز، وطبعا طبعا كل المسؤولين. أنا برضو يحضرني يعني برضو سؤال هنا مهم، وهو شعور يعني شعور البريطانيين بتقلد الأمير تشارلز بأنه هو ملك بريطانيا، يعني الشعبية التي تحظى بها الملكة، هل تتصوري بأنها ستنقل بنفس الشعبية والمحبة، خصوصا أن الملك تشارلز له من الأعمال الخيرية، وهو يأتي من خلفية عسكرية، وأيضا يعني هو ودود مع الشعب، وله يعني مداخلات لطيفة ونكات كده مع الشعب لطيفة؟ هذا سؤال حلو جدا أستاذة شفكي. ليه؟ لأنه الأمير تشارلز قد لا يكون محبوب بنفس درجة محبة الشعب البريطاني للملكة الراحلة، ولا أحد في العيلة المالكة لديه نفس الشعبية بالتأكيد طبعا. لكن تشارلز سوف يكون ملك محبوب
واعتقد انه اهتمامه بقضايا البيئه، بقضايا الاحتباس الحراري والتحول المناخي او التغيرات المناخيه، كل هذا سوف يجعل الاجيال الجديده في بريطانيا ترتبط اكثر بالعيله المالكه وترى ان هناك مستقبل للمؤسسه الملكيه. وبالتالي اعتقد انه برغم كل الصور الذهنيه السلبيه عنه بسبب ما حدث من طلاقه مع الاميره الراحله ديانا، سوف يتم استقباله بالكثير من النوايا الحسنه. فيما يتعلق بين وهناك الزمن، يعني هناك الزمن الذي مسح كثيرا اكيد يعني. لكن هناك نقطه اخرى متعلقه بالملك تشارلز الثالث والشرق الاوسط. يعني انا كمصريه اعيش بلندن اتذكر دائما للملك تشارلز الثالث انه فيما يتعلق بقضايا الشرق الاوسط هو كان في غزه من فتره قصيره مع كاميلا، وكان موجود هنا في مصر في زياره، كان موجود في زياره واستقبله الرئيس السيسي بحفاوه كبيره. مصر طبعا يحب مصر جدا جدا، ويحب جدا الميدل ايست اجمالا، وهو دائم التردد على مصر، وهذا بالتاكيد اعتقد انه الحكومه المصريه لديها علاقات وثيقه مع ملك بريطانيا القادم. لكن فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني لانه موضوع حساس، وليس كل شخص عنده الشجاعه لما توجه الى غزه قال انه ما يحدث في غزه غير انساني، وانه تلك يعني وصمة عار على جبل الإنسانية حاجة بهذا المعنى. صحيح. وهنا حتى هنا حتى ذكروا بأنه تكلم في السياسة، لأنه العائلة المالكة تحكم ولا 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 تعمل بالسياسة، فكان ده خروج كده علقوا عليه، ولكن كان خروج طيب يعني. بالتأكيد، وأعتقد أن ولي العهد الجديد الأمير ويليام أيضا لديه تلك النزعة. يعني هناك بعض القضايا التي يحبون التحدث فيها مثل قضايا العنصرية مثلا أو قضايا الظلم الاجتماعي. صحيح. وبالتالي أعتقد أنه سوف تكون المؤسسة الملكية بتتحرك مع الزمن. صحيح. أي شيء ثابت لا يتحرك. صحيح. ليس به الديناميكية يموت. صحيح. وهم يعرفون ذلك. حتى الملك تشارلز كان علق على اللاجئين الذين يأتون إلى بريطانيا ويتم ترحيلهم، كان له تعليق بأن هذا غير إنساني، وأيضا كان له تعليق محترم في هذه النقطة. الحقيقة بريطانيا تشهد عهدا جديد بتقلد الملك تشارلز، يعني المملكة المتحدة بريطانيا العظمى. الكاتبة الصحفية منال لطفي مدير مكتب الأهرام في لندن، أشكرك شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شفتم، رحيل ملكة عاشت 70 عام بكمية من الأحداث مرت في العالم، وفترات كثيرة جدا وأحداث كثيرة جدا. هي محبوبة الإنجليز، والشعب الإنجليزي بطبيعة الحال يعني يفضل المملكة ويحب العائلة المالكة، ويرتاح ويستقر بأن تكون هناك المملكة باسم المملكة المتحدة أو بريطانيا العظمى. سنتابع معكم أكيد في 9 ما يجري في بريطانيا أولا بأول حتى يوم الجنازة. خلونا نعود إلى فقرتنا، وخلونا ناخدكم على فقرة الحقيقة. هذه الفقرة بنتكلم فيها عن احتفال العالم كله بمرور 200 سنة على فك رموز حجر رشيد. انتوا عارفين حجر رشيد عليه رموز، وكانت دايما هي مسار الحديث، واللي ادى للتعرف على اللغه الهيروغليفيه القديمه. وطبعا بيعد هذا الحجر زي ما انتم شايفين على الشاشه احدى اهم القطع المصريه الاثريه على مدار التاريخ، وقد نقل بعد اكتشافه الى انجلترا. يبدو ان انجلترا واخده الحديث اليوم، ويعرض حاليا هو في المتحف البريطاني للاثار بعيدا عن وطنه. على فكره انا شفت حجر رشيد في المتحف البريطاني، وعايزه اقول لكم كميه الاقبال على هذه القطعه، والناس بتشوفه ازاي، والناس بتعلق ازاي، واهميه ان هم يبقوا موجودين في المتحف البريطاني اهميه كبيره جدا. يعمل الان فريقا بحثيا لجمع كل الوثائق القانونية والتاريخية التي تثبت أحقية مصر في استعادة أثارها المنهوبة في القرنين 19 و20، وليس حجر رشيد فحسب. خلينا نعرف مزيد من التفاصيل. دكتورة مونيكا حنا، عميد كلية الأثار والتراث الحضاري. دكتورة مونيكا مساء الخير يا فندم. مساء الخير أستاذة شفكي. دكتورة مونيكا، أنت صاحبة هذا يعني الحدث، أنت اللي فجرتي ده وعملتي الحقيقة حملة كده شعبية وكلام. كلمينا عن هذا الحجر، وإزاي نقدر نجمع كل الإثباتات القانونية حتى يعود حجر رشيد. هو إحنا بقالنا سنتين شغالين على الملف ده، ومش حجر رشيد بس، إحنا بنشتغل على كل الآثار المصرية اللي نهبت في القرن 19 والقرن 20 من خلال فريق بحثي مكون من طلبة وخريجي الكلية عندنا في دار الوثائق القومية. ولقينا طبعا يعني كنوز طبعا كبيرة جدا موجودة في هذا المكان الهام في مصر. يمكن دول أول طلبة بكالوريوس كمان يقدروا إن هم ياخدوا تصريح ويشتغلوا
فهم طبعا بالحماس بتاع الشباب هم بيشتغلوا احسن مني انا 100 مره. فهم اخذوا بالهم من ملاحظات مهمه جدا، انه مثلا اللي في الماده رقم 16 انه تم تسليم ال 17 قطعه اللي كانوا لقوها الفرنساويين في حمله نابليون للجيش المشترك، مش للجيش البريطاني. الجيش المشترك ده كان الجيش العثماني اللي مصر كانت لسه جزء من الحمايه العثمانيه، والجيش البريطاني. وقعدنا دورنا كويس قوي في الدار، ودورنا كمان في الارشيف البريطاني، ودورنا في اسطنبول، وما لقيناش اي دليل انه الجيش العثماني تنازل عن حقه في 17 قطعه، اللي منهم حجر رشيد، منهم جزء من دقن ابو الهول، منهم عمود مهم من معبد من، وقطع ثانيه كتير. الجيش العثماني لم يتنازل للجيش البريطاني، ولكن فما فيش ما يثبت يعني ان هو ده هو بالضبط. يعني خرج ولم يعد يعني، فما فيش ما يثبت. فدلوقتي ملكيه ال 17 قطعه دي يكون متنازع عليها قانونيا، دي نمره واحد. صحيح. نمره اثنين كمان انه كل البلاد الاوروبيه بعد الحروب الضاريه اللي كانت بينهم في القرن ال 16 وال 17 وال 18 مضوا اتفاقيه بعد حرب ال 30 سنه اسمها اتفاقيه ويستفاليا. اتفاقيه ويستفاليا دي بتقتضي انه لما يحصل حرب بين دول اوروبيه انه ما فيش اي قطع دينيه او ثقافيه تتاخد كغنيمه حرب. تمام. فالحرب كانت بين الجيش البريطاني والجيش الفرنسي. صحيح. الحاجات اللي بنشوفها يعني، انا كنت لسه قريب جدا من ايام في لندن، وتمشيت جنب المسله اللي موجوده على التيمز، وابو الهول اللي موجود على التيمز، حتى بنتي حبت تتصور. فاللي هو احساس اللي هو انت عايزه تلمي حاجتك وترجعي بيها يعني انا عندي نفس الاحساس ده بالظبط. انه وكمان الحقيقه انه احنا بقالنا يعني 200 سنه دلوقتي من فك حجر رشيد. طبعا الغرب دايما بيغفل محاولات العرب في فك رموز الكتابات الهيروغليفيه، وشامبوليون نفسه ما كانش هيعرف يفك حجر رشيد الا انه اتعلم على ايدين راهب كان بيعرف قبطي جاي من سوريا، من دير السوريان عندنا في وادي النصرون. فالغرب دايما بيقول احنا اللي اكتشفنا، انه ومن غيرنا ما كانت مصر عرفت ماضيها. بس ده مش حقيقي، ده دايما حق يردي باطل، واحنا بناكل أكيد. الكلام بتاعهم ده اكيد. احنا يعني الحقيقه بنتمنى انه يعني 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 هذا المجهود اللي بتبذلوه وهذا الوعي اللي بقى موجود، ان احنا نرجع وندقق ونبحث في كل ما نملكه من اثباتات او اجراءات قانونيه حتى تعود كل الاثار، سواء اللي حضرتك ذكرتيها او اي اثار اخرى، لانه احنا احق بكل ده، خصوصا وان احنا امام افتتاح متحفنا إلا العالم كله منتظره. دكتورة مونيكا حنا عميد كلية الآثار والتراث الحضاري، أشكرك شكرا جزيلا. بشكر كل حد مصري على فكرة على إحنا طول الوقت عايزين نبذل مجهود إنه نرجع كل حاجاتنا. طيب تعالوا نروح لكمان، هناك مشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام. أنا مع المشروع ده جدا، وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع بيه، وده مشروع رائع يعني الحقيقة. يعني إن إحنا أولا إحنا لازم نفكر في البداية إنه كل واحد ياكل بقى على قده ويحاول، ولو في ناس يمكن بالذات الاحتفالات أو الأشياء أو العزومات الكبيرة، فالمشروع ده مشروع محترم جدا. المشروع ده تقدمت بيه النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب. وذلك إيه؟ ما هو المشروع؟ إلزام المطاعم بإبرام اتفاقيات مع بنوك الطعام، وذلك لمكافحة هدر الطعام والغذاء، وإزاي قدر نستفيد، وكمان إن هم يعني يتم وضعه في علب لائقة وفيها من الاحترام والكرامة، حتى يتم أيضا تسليمه إلى أماكن خاصة ببنك الطعام أو إلى أسر وخلافه. خلينا ناخد مزيد من التفاصيل. الأستاذة أميرة صابر عضو مجلس النواب، مساء الخير أستاذة أميرة. مساء النور أستاذة شفكي، يعني يا رب تكوني حضرتك بخير وكل السادة المشاهدين، وشكرا جدا على الثناء على المشروع الحقيقة. أشكرك. يعني احنا بخير طالما انه امام مشاريع تقدر تساعد ويبقى فيها تكافل ورحمة ونساعد بعض والدنيا تدور. كلميني على المشروع. ببساطة جدا، مصر ما كانش عندها اي تشريع ينظم مكافحة هدر الطعام، على الرغم من انه بعض الدول الاوروبيه المتقدمه جدا واللي يمكن وضع الفرد فيها اكثر رفاها من مصر عندها قوانين حاكمه لهذا الامر، وابرزها فرنسا. فرنسا يمكن بقى لها دلوقتي اكثر من 6 سنين منذ اصدار اول تشريع يخص هدر الطعام، وبيطوروا فيه باستمرار يعني ليه تعديلات، وعدد اخر من الدول الاوروبيه بدات برضه في تبني مثل هذه المشاريع. ومساله اصل الغذاء يعني مكافحه
في الهدر بشكل عام هي مسألة الحقيقة تخص أهداف التنمية المستدامة، وتخص الأمن القومي للبلاد، وتخص مستقبل البشرية. أكيد. لا يخفى على أحد دلوقتي إننا أمام متغير عالمي صحيح. صعب جدا، وهو التغير المناخي. وهو متغير مؤثر مباشرة على كميات الطعام المزروعة، لأنه بيأثر على جودة المحاصيل، بيأثر على كمياتها، بيأثر جذريا يعني. ده غير طبعا إننا أمام ضغط اقتصادي بالغ الدقة والحساسية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، نتيجة وقت تعطل عجلة الإنتاج بعد العديد من الامور التي تراكمت وخلت ازمه الغذاء في العالم كله النهارده ملموسه، وبقى في مطالبات من كل هيئات الامم المتحده والقوى الدوليه ان تنظر البشريه في امر مكافحه أكيد أكيد. أنا بشكرك أستاذة أميرة، عشان كمان الصوت فيه يعني مش واضح، لكن كلامك كان واضح، وأنا معاكي ونحن معاكي. هذا مشروع مهم، وأن نهتم بهذا المشروع الأستاذة أميرة صابر وهي عضو مجلس النواب. مشروع مهم، وأن نحن نهتم بما يكونش فيه هدر بشكل عام، ولما يكون عندنا هذه المناسبات نقدر نستفيد ويبقى في قانون يشرع هذا. طيب تعالوا نروح ونعود تاني إلى بريطانيا. هذا هو نعي السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية للملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عالمنا اليوم. كتبت السيدة انتصار السيسي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: ببالغ الحزن والأسى أنعي الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عالمنا اليوم، فقد كانت سيدة عظيمة ورمزا للعطاء، وأفنت عمرها في خدمة وطنها وأمتها بإتقان وإخلاص لا مثيل لهما. وختمت السيدة انتصار السيسي التغريدة بتوجيه خالص العزاء للشعب البريطاني. هذه كانت تغريدة السيدة انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية، وأيضا يعني على الفور كان أيضا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نعى أيضا الملكة إليزابيث. وزي ما أنتم عارفين أعلن قصر باكنجهام وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 96 عاما. هذا هو الخبر الأبرز في كل وكالات الأنباء، وما زالت أخبار تتوالى عن بروتوكول وعن رحيل ووفاة وجنازة الملكة إليزابيث. فاصل قصير نعود ونستكمل معكم باقي فقرات الليلة في 9. أرجوكم ابقوا معنا. حقيقة السيد الرئيس بيبقى عنده دايما إحساس بأنه عايز يقدم للمواطن المصري والمصريين كما يطلق عليه دائما عند الحديث معهم ببارقة الأمل، بأنه الدولة قائمة على إنجازات كثيرة على الأرض، وأمام الإنجازات ما هو الوضع حتى يكون هناك يعني نوع من الشفافية الكبيرة، ويطمئن المواطن ماذا تفعل دولته أمام كل الإنجازات وأمام الأزمات. خلينا نتكلم في هذا الموضوع باستفاضة مع الضيف الخبير الاقتصادي دكتور مصطفى بدرة. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ يعني أنا ببقى سعيدة لأنه السيد الرئيس يتحرك دائما ويذهب إلى إنجازات الدولة، واليوم وهو يفتتح القرية الأولمبية بالإسماعيلية، وأيضا كان موجود في هيئة قناة السويس وقدم الدعم لهم بأنهم الحقيقة حققوا معدلات. خلينا نبدأ من قناة السويس، يعني كلمنا عن المعدلات التي تحققت. أولا بشكر حضرتك على استضافتك الكريمة، وتحياتي لكل مشاهدينا الكرام. حديث السيد الرئيس النهاردة بيطلع الناس يا فندم، بيطلع المجتمع المصري، بيطلع الشعب حجم العمل والمجهود اللي بيتم في الدولة. تمام. قناة السويس ليها طبيعة خاصة. صحيح. أول إنجاز حقيقي على أرض الواقع في حقيبة السيد الرئيس، يعني الرئيس السيسي لما استلم كان أول مشروع كبير بينفذ على أرض الواقع لمسته الناس هو اللي هو ازدواجية قناة السويس. هو كان بمشاركة الناس. آه طبعا. وأصر الرئيس على مشاركة الناس. آه بس يعني الأطروحة اللي هو تنفذ فيها. صحيح. هو هذا الأمر. تمام. فعشان كده اللبنة الأولى في برنامج الإصلاح الاقتصادي لرئيس الجمهورية كان هذا الإنجاز الكبير جدا بالضبط، من قناة السويس، من سيناء، من أرض الفيروز، من محافظات القناة، من الأماكن دايما اللي بيبقى عليها العين من المجتمع الخارجي. صحيح. علشان كده النهاردة اسمحيلي، كان السيد الرئيس دايما بيقول إيه؟ ردوا على المشككين.
صح. طب شفتوا النهاردة احنا الحمد لله بعد 7-8 سنين احنا فين؟ صح. احنا الحمد لله فين؟ هدي لحضرتك رقم بسيط خالص كل العالم يقدر يتحقق منه. قناة السويس تقريبا في 2012-2013 كانت بتعمل حوالي 5.5 مليار دولار. تمام. النهاردة بنتكلم في 7 مليار دولار. 7 مليار دولار يعني تقريبا زدنا حوالي 25%. صحيح. بالتقريب إنجاز كبير جدا. ده نتيجة الازدواجية اللي حصلت في قناة السويس. زيادة التشغيل يا فندم اللي بتقوم بيه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين عشان عارفة حضرتك بتحب الأرقام والمشروعات. أنا بحب والاستثمار كده زي. لأن الأرقام تطمئن المواطن. طبعا. خد بال حضرتك برضو هو المواطن لما احنا بنقعد نقول له كل حاجة برقم كنا كذا وأصبحنا كذا. أنجزنا على الأرض بهذه الأرقام بيشعر بأنه يقدر يستوعب يعني. مظبوط. خلاف كده فندم لما بيشوف بعينه المواطن أو المجتمع المصري بيوثق العمل والمجهود اللي بتقوم بيه الدولة وبينسبه للرئيس. ليه؟ لأن الرئيس النهاردة بيقف على كل مشروع بإيده زي ما صحيح. بيقولوا كده. ليه النهاردة لما بيتكلم وبيقول أن المشروعات دي النهاردة بالمجهود اللي عملوه ده أعتقد ما كانش تم في عشرات السنين. ده بالنسبة لنا فندم كاقتصاديين أن إنجاز اللي بيتم في الوقت القصير ده بيبقى مضاعف المجهود. صحيح. يعني بدل ما بمنتهى البساطة بدل ما كانوا بيشتغلوا 12 ساعة كانت الدولة بيشتغلوا 24 ساعة. تمام. فده بيحقق نجاح وبيحقق في حاجة مهمة تشغيل للناس. هو مين اللي عمل القناة يا فندم؟ المصريين. صح. بعدين نرجع لنفس النقطة هي فلوس مين؟ المصريين. المصريين وهم اللي استثمروا مش كده؟ 64 مليار جنيه اجتمعوه جمعوهم المصريين في 8 أيام. ده كان إنجاز كبير ثقة في القيادة السياسية وثقة في الدولة وثقة في البشر. طيب أنا هعود لحضرتك أيضا لأرقام اقتصادية كثيرة ذكرها اليوم السيد الرئيس في هذا الافتتاح والإنجاز اللي كان موجود على أرض اليمن، ولكن خلونا نأخذ هذه المداخلة مع سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير يا فندم. أهلا. مساء الخير يا أستاذ شفك. اليوم تحدث السيد الرئيس عن دعم الأشقاء العرب لمصر في وقت كانت مصر تحتاج إليه إلى هذا الدعم، والحقيقة يعني كان يؤكد على هذا الدعم بأنه ساند ودعم مصر كثيرا. حضرتك كلمنا عنه. أولا مساء الخير للدكتور مصطفى، بنستفيد دائما من مداخلاته ومن تواجده. حضرتك القصه بتبدا من 2011. يمكن انا عاصرت الفتره ديت، كنت وزير خارجيه في ايامها، وكنا بنسافر لدول الخليج سواء كانت السعوديه او الامارات او البحرين او الكويت، وكنا بنستشعر ان هناك قدر كبير جدا من الترقب والقلق على مستقبل مصر، لدرجه ان الامير سعود الفيصل كان ايامها وزير خارجيه المملكه العربيه السعوديه الله يرحمه قال كده انه العالم العربي بلا مصر كالسفينه بلا قبطان. فاحنا بنبدا من هذه النقطه، فكره انه هناك احساس قوي جدا وصادق على وضعيه مصر الاستراتيجيه وقيادتها للمنطقه. ومن هنا كان دائما هناك حرص على ان مصر يعني تخرج من كبوتها، وخاصة في قبل عام 2013 فترة الأخوان زاد القلق طبعا لدى دول الخليج على أساس أن مصر ممكن تدخل في غمار عدم استقرار، وده كان هيأثر عليه وتأثير مباشر، وكان هناك قلق شديد جدا من مثل هذا التدهور اللي حصل في مصر. لما جاءت أحداث 30 يونيو حضرتك كان هناك تنفس الصعداء، وكان هناك القرار بأنه يجب أن تكون مصر قوية ومستقرة تتقدم في الناحية الاقتصادية، لأن طبعا حضرتك عارفة أن الاستقرار الداخلي ده أساس طبعاً. مهم جدا لبناء الدولة ولبقاء الدولة أيضا. من هنا كانت حضرتك يعني كان هناك دعم سياسي ودعم اقتصادي كبير، وطبعا من الضروري أن احنا نعترف بهذا ونذكر الأشقاء على هذا الأمر. ولكن الأهم من كل دوت أنه مصر استغلت هذا الدعم في بناء فعلا دولة قوية تستطيع أنها تكون ركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، وأيضا تمد يدها يعني جهود التنمية لمختلف الدول. كنا بنتكلم على ليبيا، على السودان، على دول كثيرة، أيضا على حضرتك مثلا الربط الكهربائي مع الأردن طبعاً. مع المملكة العربية السعودية في إطار تنموي كبير جدا مصر تسير فيه،
كأحد وسائل تنفيذ سياستنا الخارجية القائمة على فكرة السلام والاستقرار والتنمية. فأنا أعتقد أنه يعني فخامة الرئيس اليوم يعني تحدث عن هذا الأمر بشكل يعبر فعلا عن مشاعر المصريين كلهم ناحية هذا الدعم اللي حصل في فترة احنا كنا فعلا محتاجينها، ولكن الآن الحمد لله مصر بتخرج يعني بثقة من الأزمة الاقتصادية. وطبعا في طبعا يعني تحديات كبيرة، ممكن الدكتور مصطفى طبعا هيكون أقدر مني أنه هو أكيد. أنا بس عايزة تعليق من حضرتك قبل ما أعود لدكتور مصطفى، وهو تعليق ممكن يكون بينه ربط، يعني كلام السيد الرئيس اليوم، وأيضا أنه يعني السيد الرئيس يحب أن يعلم المواطن المصري يعني أيضا من ساند مصر ودعم مصر. وفي نفس الوقت لو رجعنا من أيام أو أسابيع، كان السيد الرئيس في استقبال لقاء القمة والإخوة في العالمين، وأعتقد أن الإخوة اللي دعموا مصر جم وشهدوا كيف تقدمت مصر على الأرض. يعني إذا كنت تم السند والدعم، ولكن مصر تعمل وتنجز بهذا الدعم والسند، كيف ترى يعني من هذا العام إلى العام الذي نحن فيه؟ حضرتك تكلمت عن 2012-13 ونحن في عام 2022 ومصر يعني واقفة بإنجازات كثيرة. طبعا هو كان الفكرة حتى أن اللقاء الأخوي يعقد في مدينة العالمين، أنا أعتقد أنها كانت فكرة ممتازة. يعني طبعا حضرتك المكان ده كان منذ سنوات قليلة جدا مختلف تماما، وبالتالي أنا بشوف أنه يعني فكرة عقد اللقاء هناك كانت دعوة جذابة وجاذبة أيضا. ومن هنا أنا بشوف أنه الدول العربية كلها ترى مصر نموذج التطور والنمو الاقتصادي بشكل كبير جدا. النهارده فخامة الرئيس ايضا تحدث عن قناة السويس، وده كان امر مهم جدا وساهمت فعلا في دعم الاقتصاد الوطني. مصر تملك مؤهلات كثيره، مش بس في الدعم الاشقاء، ولكن احنا نملك مقومات كبيره جدا اقتصاديه نستطيع ان احنا نسخرها فعلا للتنميه وايضا لعمليه السلام والاستقرار في المنطقه والدول المحيطه بنا. أكيد. يعني سعادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا التعليق وهذه المداخلة، وأشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور مصطفى بدر، عايزة أعود تاني إلى الأرقام. خلينا يعني تكلمنا عن بعض الأرقام الإنجازات، يعني مثلا يعني تحدث السيد وزير المالية عن ديون مصر وقلق، والناس التي تتكلم كثيرا عن مصر وكيف مصر ستواجه ديونها وهتعمل إيه، كلمنا على هذه النقطة أيضا تحديدا. طيب اسمحي لي بس هتكلم بلغة بسيطة لكل يعني مواطنينا ومجتمعنا. هو احنا بنقترض من مين يا فندم؟ مصر دي بتقترض من مين؟ من مؤسسات طبعا، مش كده؟ طبعا. انا لو اقترضت من مؤسسة زي البنك الدولي او صندوق النقد الدولي، او اقترضت من الاتحاد الاوروبي وتقاعست كدولة والعياذ بالله معرفتش اسدد، مش الدولة دي يا فندم هتعلن ان في مصر او اي دوله تقاعست طبعا في عدم السداد؟ طبعا، وده حصل في دول العالم كثيره، مش كده؟ طب ايه راي حضرتك لغايه ما انا بكلمك النهارده، مصر لن تتقاعس عن اي سداد قسط في مدى عمرها كله، يعني رغم تحدياتنا وصعوباتنا في 2011 ورغم كل الازمات، ورغم شوفي حضرتك كل الصعوبات اللي مرت على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد المصري واحداث يناير وللاسف خروج الاستثمارات والمشروعات من لم مصر، لم يحدث اي تقاعس، لم يحدث ان احنا يعني تجاوزنا او اجلنا اقساط لسداد ديون. تمام. فالناس اللي بتتكلم النهارده تقول لك اصل مصر عليها اقساط ديون وهتكون عاجزه عن يعني يكونوا رحماء بينا، رحماء بالناس، لان ده بيثير بلبله من الاعلام. صحيح. للمجتمع المصري وبيأثر على المستثمرين. لا، لان هم في البدايه مش يعني من يتكلم كثيرا لا يريد أن يرى ما تقدمه مصر من إنجازات. خدني بقى إلى الإنجازات، خليني أتكلم عن بعض الحاجات اللي تدي للناس. أتكلم حضرتك على نفس الرقم. فضل. إحنا عندنا فندم فعلا عندنا حجب الدين الخارجي، ده رقم مسجل كل الناس، 158 مليار. تمام. مصر ساعات بتجدول بعض من الأرقام دي لفترات تمام أطول، زي أي دولة، مش يعني كده؟ هذا يحدث في العالم، وطبعا بيكون اللي بيقرض الدولة دي مستفيد. ليه؟ طبعا. لأنه بيجدول مع مقترض موثوق فيه. صحيح. يعني لما بيسلف مصر بيقول لك ده فيها عندها معدلات نمو،
الدولة بتشتغل أكتر، وأحيانا تزيد نسبة للأزمات والفوائد بالضبط ومعدلات المخاطرة والتغيرات في سعر الصرف. اتفضل يا فندم. تمام. طيب خلينا مثلا نقول إنه مثلا يعني 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 عندنا مثلا جرى تخصيص ما يزيد عن 130 مليار جنيه لمواجهة التعديات السلبية المباشرة التي نتجت عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية. خلينا نكلم الناس عن ده وخطة الإصلاح الاقتصادي اللي نفذتها الحكومة. طيب ممكن نبسط الموضوع؟ نبسط. في دولتين كبار في حالة حرب، دول أكبر دول اللي هي روسيا وأوكرانيا، من أكبر الدول اللي مصدرة للحبوب والمحاصيل الزراعية والسلع الزراعية، فيهم سلة غذاء العالم تقريبا 40-50% من القمح والمحاصيل الزيوت تطلع من روسيا وأوكرانيا. تمام. النهاردة في تغير الحرب دي يا فندم تغيرت الظروف الاقتصادية فارتفعت الأسعار في البورصات في العالم. القمح مثلا على سبيل المثال مثلا يعني زاد 400%. فالدولة عشان النهاردة ما ترفعش مستويات الأسعار وتغلي الخبز أو تغلي بعض من المحاصيل الزراعية أو فبتضطر تواجه هذا الأمر بيا فندم، بتزيد حركة الدعم من خلال الموازنة العامة للدولة، بتوفر تمويل، يعني بمنتهى البساطة بتزود حركة الأسعار بالنسبة لها هي، بتتحمل الدولة يعني مستويات الأسعار في سبيل إنها ما ترفعش على المواطن. يعني لغاية ما بكلم حضرتك النهاردة رغيف العيش بخمس قروش، تمام، مفيش دولة في العالم بتقدم هذا السعر للدعم للرغيف، رغم إن هو تقريبا تكلفته في حدود 70-75 قرش، فطبعا ده بيزيد على عبء على الموازنة العامة للدولة. تمام. ولكن لما تيجي تبصي حضرتك النهاردة ده بند من البنود، ولكن لما نبص كمان على بند البترول أو الغاز زي ما احنا النهاردة كمان السيد الرئيس بيتكلم، لولا إن ربنا أكرمنا في حقل ظهر وتم الاكتفاء الذاتي في نهاية عام 2020 ما كنش التوجه اللي احنا بنشوفه النهاردة الدولة بتحاول جاهدة واحد إن يكون في اكتفاء ذاتي لكل المصانع ولكل الشركات ومحطات الكهرباء ولكل المستثمرين، ده رقم واحد. رقم اتنين إن احنا نتحول للطاقة النظيفة ونحول كل منتجاتنا أو مصانعنا لاستخدامنا للغاز. تلاتة إن احنا دولة بقينا مصدرة للغاز. أربعة إن احنا بنجيب عملة صعبة. طب لو ما كانش عندنا حقل ظهر صحيح كان هيحصل إيه؟ كان هيبقى عندنا مشاكل كتير، مش كده؟ طبعا. واحد هتلاقي أسعار يا فندم أعباء مالية كبيرة جدا على الموازنة، أعباء مالية كبيرة جدا على المواطن، وأعتقد كل ده للأسف الناس مش واخدة بالها منه. فالحمد لله المجهود اللي قامت بيه الدولة بالاكتشافات في سواء في الغاز أو في البترول خاصة في حقل ظهر وفر على الموازنة العامة للدولة بالمليارات. سريعا رقم في غاية الأهمية، مصر بتستهلك تقريبا يا فندم في الشهر بحوالي 2 مليار دولار حجم المواد البترولية. مظبوط. لو الرقم ده احنا مش عارفين نسدده او ما كانش عندنا الغاز، عارف حضرتك الرقم ده كان ممكن يكون كام؟ مش اقل من 6 مليار في الشهر. الناس عشان تبقى عارفة احنا بعد احداث 2011 تراكم علينا تقريبا في حدود 7 مليار دولار للخاصة باكتشافات البترول والمجونية الخاصة بشركة بوزارة البترول. النهاردة حضرتك بنتكلم على حوالي 400-500 مليون دولار. مين اللي سدد الفلوس دي؟ ما هي الدولة المصرية. مين اللي التزم بالسداد؟ الدولة المصرية. عشان كده دخلوا معانا شركاء أجانب في الاكتشافات والتنقيب، وده التشغيل اللي الدولة بتسعى ليه دايما، اللي بتشتغل عليه بالزبط. كمان أعتقد أنه كمان في شركة تانية دخلت كمان غير الشركات التانية، يعني طول الوقت الدولة طبعاً بتحاول تفسح المجال. خلينا نتكلم أنه أيضا الإصلاح الاقتصادي اللي تم في سنة 2016 قدر دلوقتي، يمكن كان وقتها كتير جدا مش متخيلين انه المصريين يقدروا يعدوا بيه، بس امام الازمات اللي انت لم تكن تعلم عنها شيئا انها اتيه زي ازمه كورونا او الازمه الاوكرانيه الروسيه، اعتقد انه هذا الاصلاح ايضا قدر يوقف مصر على رجلها. طبعا 2016 كان عندنا تحدي صعب جدا نتيجه احداث 2011. ليه؟ عندنا عجز كبير جدا يا فندم في الموازنه، رقم كان مهول. عندنا زيادة في الدين، يمكن الدكتور معيط النهاردة استفاد صحيح وقال إن إحنا كنا داخلين عندنا الديون أكتر من إجمالي الناتج المحلي ووصلنا تقريبا ل 110%، وده طبعا رقم بالنسبة لاقتصادنا، إحنا دولة نامية
سوق لسه صغير ماشي. سوق من الأسواق الضعيفة اللي ما كانتش تتحمل اللي يكون عندها برنامج إصلاح اقتصادي بهذا يعني الدرجة الكبيرة جدا بالتحدي. علشان كده لما حصل في 2016 وابتدينا نحرر سعر الصرف واتجهنا أن يكون عندنا تحسين في موارد الدولة وترشيد في استخداماتنا للمصروفات نجحنا نجاح كبير جدا. وعلشان كده شفنا أن التضخم لما وصل لحوالي 33-34% نزل تاني ل 9%. وشفنا لما وصل سعر الصرف وكان السوق السوداء على أشدها صحيح. زي ما بيقولوا صحيح. وكانت هي المتحكمة في سعر الصرف عارف يظبط السوق نزل الدولار من حاجة و20 جنيه نزل ل 15 جنيه. لما شفنا ان ما كانش في عندنا استثمارات وما بيجيناش مستثمر يا فندم من الخارج زاد عندنا الاستثمارات الغير مباشرة اللي هي السندات وأذون الخزانة وصلنا تقريبا ل 30 مليار دولار. الاستثمارات المباشرة الحمد لله كان في كل سنة تقريبا بيوصل لنا 7-8 مليار دولار سنويا استثمارات مباشرة اللي هي المصانع والشركات. خلاف ده كله فندم مؤشرات البطالة وده من أهم المؤشرات اللي هو الشغل يعني التشغيل وصلنا بيه لرقم في غاية الأهمية وصلنا ل 7%. احنا كنا في 2013 ما هو 7% لانها مدلول جيد جدا لكميه الانجازات بالزبط. والمشروعات اللي موجوده هو على ده الارض الترجمة مين اللي هيعمل مشروعات غير ولاد البلد دول يعني هو ده الترجمه اللي بتوثق حجم الانجاز اللي بيتم في البلد. وده بنشوفه احنا دايما حضرتك اكيد تعلمي في امريكا يقول لك احنا مستنين سوق العمل في امريكا يحصل فيه ايه كل شهر صحيح. دخل فيه زياده عدد او ما دخلش هو ده اللي احنا بنبني عليه اقتصادنا. اكيد السيد الرئيس اليوم دعا لمؤتمر اقتصادي واعتقد ان ده من القوة ان انت وقت ازمات وان انت بتبني البلد وواقف وبتحاول تحل مظبوط. يعني الدولة انك في نفس الوقت مستعد تسمع اصوات مختلفة صح. يعني واصوات ممكن تكون عايزة تبني بطريقة مختلفة. رأيك ايه في هذا الاقتراح؟ ده اقتراح في غاية الاهمية واسمحي لي انا رسمت رغم انه هناك حوار وطني ايضا أنا وهو وداخل الحوار الوطني هيكون فيه ملف اقتصادي ولكن يبدو ان السيد الرئيس عايز يفتح بشكل اكبر ويخلي موضوع الاقتصاد ده هو موضوع مهم. يعني بص يا فندم لا يمانع ان يكون في عدد من الاطر عدد من المحاور عدد من الرؤى ان احنا نسمع اراء مجموعه من الخبراء واراء من المجموعه الثانيه وتتطابق الاراء دي مع الواقع في الارض العملي. يعني انا دايما نسمع الناس بس خلي الناس لما تقول وفق المردود اللي على المجتمع المصري. في ناس بتكون عندها فكر اقتصادي منحرف شويه عن المجتمع المصري يعني بكل بساطه بيقول لك ايه شيلوا الدعم خالص. طب هل مجتمعنا بالظبط كده هل الناس النهارده تتحمل هذا الامر طبعا. في ظل التداعيات الاقتصاديه العالميه في وجهه نظري لا طبعا. لكن هل ممكن نشيله تدريجي على فتره 3-4-5 سنوات يكون في تحسن في الموارد الدوله ونرفع الدعم اه طبعا. طب ايه البديل؟ عارف ليه؟ زي مثلا ما الدوله كان عندها خطه اعتقد انها كانت خطه ناجحه وذكيه جدا في مساله البطاقه التموينيه مظبوط. لما الدوله درست ده ورشدت ده وقدرت تحدد الفئات المستحقه لهذه البطاقه وايضا شالت الفئات الغير مستحقه فبالتالي انت عرفت الدعم رايح لمين بالزبط. انت بتتكلم في دوله فوق ال 100 مليون وده ال 100 مليون دول فيهم ناس مستحقه وفي ناس غير مستحقه فانا اظبط الاداء ده ازاي وده بينول رضا الناس. خلي بالنا في نقطه مهمه كل المجتمع الحكومه والصناعه بتخدم المجتمع المصري فدايما بتحاول ان يكون عند المجتمع ده رضا رضا في ايه ان هو يستجيب لبعض من الانجازات اللي بتتم. خلينا نرجع للحوار يا فندم تاني الحوار الوطني ده هيكون موثق برؤيه اقتصاديه ما يمنعش ان يكون في وجهه مؤتمر نظر اقتصادي. مؤتمر اقتصادي الدوله تسمع ناس تانيين مختلف الطوائف سواء احزاب سياسيه سواء اقتصاديين مراكز الابحاث صحيح. سواء الناس اللي بتيجي من سوق المال كل ده فندم النهارده بيدي رؤيه ل متخذ القرار علشان يقدر يصنع قرار يليق بالمجتمع المصري فده بيكون استجابة بالنسبة لنا. بعتنا للحوار الوطني قلنا لهم خلي بالكم ممكن يكون في بعض من السياسات تقدروا تستفيدوا بيها بيردوا على الناس وده شيء طيب. التكامل والتعاون ما بين الخبراء أو المتخصصين أو المثقفين ونبذل شوية جهد صغير يعني ما يمنعش أن حد يراسل الحوار الوطني أو يراسل دورة رئيس الوزراء خلوني أشارك
بس ده كان مفتوح بالظبط والحقيقه وتم المراسله ويعني كان معلن في بشكل في كبير اداء طيب. طيب خلينا نتكلم ايضا عن ما قامت به الدوله بالنسبه للبورصه المصريه. تمام. وخاصه كمان انها يعني الدوله قامت باجراءات كثيره جدا، اكثر من 121 اجراء اعتقد علشان تحسين الاوضاع. هل انت شايف ان هذه الاجراءات في ظل الازمات اللي موجوده ممكن تحسن الاداء؟ هو في تحسن للأداء، ولكن اسمحي لي، لأ لسه قدامنا وقت كتير جدا. ده بناء على مؤشرات سوق المال، وطبعا يعني للأسف معدلات التداول اليومي لسه قدامها فترة كبيرة جدا نظرا لتخارج الأجانب، لأن تخوف الأجانب جاي بناء على ارتفاع سعر الفايدة العالمي اللي احنا شايفينه النهاردة. الاتحاد الأوروبي النهاردة بيرفع سعر الفايدة 75 نقطة، أمريكا خلال كتير الشهر القادم هترفع 75 نقطة تاني. فخروج الاستثمارات من السوق المصري ده أمر طبيعي جدا، تخوف الناس على أموالهم ده شيء طبيعي، ولكن اتخاذ الإجراءات من الحكومة كانت في وجهة نظري كانت ممكن تكون سباقة شوية. ولكن في قيادات الحمد لله النهاردة جديدة، رئيس هيئة الرقابة المالية صحيح. أعتقد طرح رؤية جديدة جدا للتعاون صحيح. إن يكون للمستثمرين، هو الدكتور محمد فريد من السوق عنده خبرة كبيرة، النائب بتاعه نفس الحكاية، أو المجموعة كلها في هيئة الرقابة المالية، سواء بقى في سوق المال في جيل جديد، جيل واعد هيقدر ينجز حجم الإنتاجية لزيادة دخول الشركات، في دور على الدولة إن هي تساند البورصة في قيد عدد من الشركات. السوق قليل جدا يا شفكي، يعني أكيد. عدد الشركات قليلة جدا، المستثمر مش هيعرف يخش يلاقي البضاعة اللي موجودة في السوق قليلة. حكاية فرض الضرائب ياريت يعاد فيها النظر مرة تانية. التيسيرات الضريبية دايما في وجهة نظري دي من أيسر الأمور اللي تخلي المستثمر يخش سوق المال أو يخرج من سوق المال أو يكون عنده إقبال. طبعا ما ننساش، ودي من النقاط اللي ممكن تبقى موجودة في مؤتمر الاقتصادي، يعني عشمال من كده هي نقاط مهمة إن يكون. طيب خليني أروح على الاستثمارات وأيضا تعزيز المنتج المحلي. يعني إحنا يمكن نجحنا وقت كورونا بأن إحنا صدرنا حاجات كتير جدا بزبط. في وقت كان العالم الأسواق كانت مغلقة، فيمكن دي كانت الفرصة أن إحنا صدرنا الموالح بزبط. وكان عندنا تصدير قبل كده للبطاطس ناجح، وعندنا تصدير لخضر وفاكهة كان ناجح برضو. فأعتقد أن دي شيء كان لطيف محمود. جدا يعني صح. طب الشيء ده إحنا والدولة شغالة عليه، يعني زراعة 100 مليون وفكرة التشجير وفكرة الاهتمام وكل الأشياء دي، إزاي ممكن تاخدنا أيضا لاستثمارات أكتر وتصدير أكتر؟ مش ملاحظة حضرتك أن أغلبية الصادرات اللي تمت هي بناء على وجهة نظر القيادة السياسية؟ يعني أول ما الرئيس جه قال لك في عندي هدف أن أنا أعمل 1.5 مليون فدان. صحيح. 1.5 مليون فدان دول محاصيل زراعية طبعا، فأكبر إنتاجية النهاردة في الصادرات قطاع الزراعة اللي الناس أقبلت عليه، وكان المنتجات الزراعية سواء الموالح سواء إحنا المصريين حاسين بيها مش كده؟ يعني إحنا نفسنا حاسين بالتقدم اللي حاصل في بالزبط. الزراعة في الفاكهة والخضار وكده، أعتقد أنه الحمد لله تحسن تحسن كبيرا يعني. بالضبط. والحمد لله في عز أزمة وجائحة كورونا ما حصلش تراجع في مشاكل. المحاصيل الزراعية ولا مشكلة في أي يعني إنتاجية من المحاصيل الزراعية. ده نتيجة إن إحنا خططنا شوية وقلنا نعمل 1.5 مليون فدان. على الأمر التاني الصوامع، ما ننساش إن إحنا عملنا الصوامع فزدنا حركة القمح داخل السوق المصرية بتخزين لمدة 6 شهور. نرجع تاني للصناعة، الصناعة محتاجة كتير يا فندم. طبعا. محتاجة توجه كبير بعدد من الأطر. واحد لازم يكون فيه تمويل كبير جدا، لازم يكون فيه معلش مبادرات زي ما بنرجع تاني بسعر فايدة أعتقد من يعني مدعم زي ما بيسموه. ليه؟ هل تقصد أن أنت عايز بالنسبة للصناعة ورجال الصناعة يكون فيه تعامل مختلف بالزبط. على جنب يعني. وده اللي قاله الرئيس النهاردة صحيح. في التوصيات في آخر حاجة، خلي بالكم من رجال الصناعة. لا وقال كمان يعني أعطوا حوافز لكل الناس طبعاً. اللي بتشتغل في المجال ده. الحافز يا فندم، الحافز لرجل الصناعة عايز حاجتين، تيسيرات في الإجراءات وتمويلات من الأجهزة في الدولة. يعني بدل ما بيشتغل أنا بقول مثل بمليون جنيه وعرفنا نديله تمويل بفوائد يعني مخفضة، أعتقد هيعرف يتوسع في السوق. تمام. إذا عرفنا ندبره يعني عملة أجنبية علشان يقدر يزود من إنتاجياته داخل الشركات ده هيبقى كويس.
ثالث حاجة البيقراطية اللي احنا اتكلمنا، كان ليا الشرف ان انا قابلت حضرتك من كام شهر وقلت لك البيقراطية هي دي للأسف المعوقة في انجاز الكثير من الاماكن يا فندم في المناطق الصناعية والحضانات الاستثمارية الخاصة بالمناطق. يا ريت نعد دراستها تاني سواء من هيئة الاستثمار او المحافظات او المناطق. اكيد عارف هي كمان مصر الرقمية لا تتحمل البيروقراطية. يا ريت يعني هو ده اللي احنا عايشين فيه، اللي احنا ماشيين فيه ده لم يعد يتحمل البيروقراطية. الكلام كتير والامل دايما كبير. انا بشكرك جدا دكتور مصطفى بدرة، دايما نضع كده الارقام والخطوط لبلدنا والمواطن المصري. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا. يعني مشاهدينا زي ما دايما بنتكلم بنحاول نقدم لكم كل حاجة فيها برقة امل وكل حاجة فيها ارقام ممكن تخلينا كده نبص على خريطة بكرة الاقتصادية. ما هو ما فيش حاجة هتتقدم لو احنا ما مدناش ايدينا واحنا كمان ما فهمناش وما استوعبناش وبقينا احنا كمان بنشتغل. يعني الهمة والشغل هتعدي، كل حاجة ممكن تعدي بس نكون احنا كمان على قد التحدي اللي احنا بنعمله. فاصل قصير ونعود نستكمل معكم باقي فقرات التاسعة. جدل مجتمعي كبير، والجدل المجتمعي زي ما انتم عارفين شوية الافتاءات بقى اللي ملهاش معنى وفتواء ونفتيت كده طول النهار ونقول يا ترى الزوجة تعمل ايه وايه الحقوق اللي لازم تعملها والزوج يعمل ايه والزوجة عليها تعمل الفطار الصبح البيض ولا توضب السراير ولا ما تعملش ولا حاجات بقت بتضحك كتير جدا، والناس بتضيع وقت الحقيقة في حاجات كتير وبتبوظ حتى العلاقات الأسرية. يعني بتخلي الناس كده يعني ايه يقعدوا يترشقوا بالاشياء ملهاش معنى، لانه الاسره في الاساس سكنه. يعني سكنه يعني حاله حلوه، يعني انا ممكن اعمل كل حاجه والزوج ممكن يعمل كل حاجه واحنا الاثنين نعمل كل حاجه، ايه المشكله؟ خلينا نعرف الموضوع ده هيروح بينا لغايه فين. معايا الاستاذه اكرام خليل استشاري العلاقات الزوجيه. مساء الخير. مساء الفل. ومعايا ايضا الاستاذ ايهاب معوض خبير العلاقات الاسريه. مساء الخير. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ايه الحكايه؟ ايه اللي بقى حاصل في المجتمع ان الناس تقعد يعني تتكلم؟ انا بشوفها على يعني اشياء تافهه و و و والاسره ممكن تعدي منها بسلام من غير بقى ما نقعد نحدد لستة الطلبات انا عليا ايه وانت عليك ايه. بصي في بدايه الموضوع لازم اعرف يعني ايه اسره. اول حاجه الاسره هي المبنيه عليها كل حاجه، ده الهرم الاساسي، الهرم اللي متبني عليه حياتنا. احنا بسبب العولمه وانفتاحنا على الثقافات الغريبه عننا حاسين ان انا بقى انسانه راقيه اغير من طبيعه الاسره هبقى. فعشان كده نفسي اسال المشاهد النهارده، هل رقي يخلي عيني تاخد دور مناخيري؟ يعني انا النهارده خلاص سافرت باريس فقررت ان يا اكرام النهارده هتغيري شكلك عشان انت سافرتي دوله تانية فهتقرر تاخد الدور. انا عايزه اقول ربنا خلق اساس شكل، مرت العصور سافرنا جينا هو الشكل الاساسي، ده الكتالوج الانساني. لو العين خدت دور المناخير مش هتعرف تشم ولا هنعرف نشوف. صحيح. ولو شكل الاسره شكله اختلف على ربنا ادانا كتالوج. الكتالوج ده لما نيجي نتكلم فيه كستات فين حقوق المراه؟ احنا في فرق ان انا اتكلم على الديزاين اللي ربنا خلقه وبين حقوقي، فرق كبير جدا، فرق بين الخضوع والخنوع، فرق بين الحب والامتلاك، في مفاهيم مغلوطه دي ملهاش دعوه بالشكل الاساسي اللي ربنا خلقه. فربنا خلق راجل ليه دور والست ليه دور، والاثنين مش المفروض نبدل الادوار. لو الست خدت دور الراجل هتطلع اسره مشوهه. وعندي خبر طبعا نفسي اقوله للمشاهدين. قولي. ان الايام دي احنا بنسمع في انه في مثليه جنسيه منتشره جدا في العالم، ودايما بيقولوا المثليه دي ايه سببها؟ اسره مدمره. طبعا عايزين نقول في إدمان. إيه سببه؟ الأبحاث العلمية أثبتت أن ثبات حياة الإنسان أو الطفل أساسها الأساسي بابا صح وماما صح. دور بابا اللي يكون بابا يعني يكون راجل، ومعنى راجل هنا ليست رجل مفتري وصوته عالي سوري أنا أسفة في اللفظ إنه بينعر في البيت، ماشي أنا سوري في تستخدم أنت يا بنت أنت يا أخت، لكن أنا بستخدم خليها بابا. خلينا أقولها بلاش تنعير، خليها ألطف من شوية بصوت لا أنا عالي زيادة, عالي زيادة. وفي أم تاني اللي هي الأم المتسلطة اللي بتلغي اللي بتصرخ طول الوقت لا تلغي دور جوزها. الأم دي تطلع شخصيات نرجسية لأطفال نرجسيين وشخصيات مشوهة وجيل
بعد جيل بتنتهي منظر الاسره وبنطلع جيل مشوه. فعشان كده النهارده أسرة. الاسره ما تبقاش هي اسره كده حقيقيه فيها السكنه اللي بنقول عليها. طيب انا هنقل الحديث لانه معانا رجل. طبعا انا هنقل الحديث. انا عايزه اسال يعني اسالك استاذ ايهاب، هل الاعباء الجديده اللي بقت على الاسره بمعنى ايه؟ النهارده الراجل بيشتغل وده طبيعي جدا ان الراجل يكون مسؤول عن البيت، بس كمان بقى في ست مسؤوله عن البيت وفي مراه معيله تعول الاسره بشكل كبير، والمراه المعيله موجوده يعني في كل الطبقات اللي هي بتبقى احيانا هي اللي بتقود سفينه الاسره لظروف، هي ام لوحدها، الاب ظروفه ما تنفعش، الاب مسافر، ايا كان. هل ده اللي خلى المراه مرهقه طول الوقت؟ عليها اعباء بره واعباء جوه، فبالتالي بدات تصرخ وتقول لا طب انا بقى معليش توضيب الثلاجه، طب انا بقى معليش، يعني هل ده سبب من الاسباب عدم التقدير؟ انا يعني انا متهم في مصر بان انا رجل متحيز للمراه، فاظن كلامي النهارده هيبقى مجروح يعني، لكن انا ما زلت متمسك يعني في هنا يعني في اغلبيه موجوده هنا على الهواء. لجمهورك هيبقى يعني متشكك، هو ليه الراجل ده الى اي مدى متحيز للمراه ده يعني. لكن انا فعلا انا ارى كده، انا ارى ان المراه في المجتمع العربي والمصري هي مقهوره بكل الاحوال يعني هي ما زالت لحد النهارده هي بتنزل الشغل بتاعها وتساوي الرجل وتضاهيه في مصاريف البيت، ورغم ذلك لسه واخده ادوارها الاساسيه ما اتغيرتش خالص يعني، لسه بتاخد العيال توديهم مدرسه وتعمل فطار وتيجي من الشغل تعملها الغداء والتمرينات، وبعد كده تشبع الرجل جسديا وتشعره فجريا وتنظف له كل حاجه وبتاع، فهي واخده دور الرجل في حكم الشغل وبتصرف وبتساعد في نفقات البيت، وفي نفس الوقت ما زالت بتعمل دورها الاصلي البيولوجي يعني في البيت. فلما نيجي نقول للراجل طب شارك، الراجل الشرقي بقى طب شارك في البيت زي ما شارك، ممكن تغسل اطباق يقول لك انا ما اغسلش اطباق انا رجل، طب اعمل مش عارف تنظف معاها لا انا ما اعملش ده، طب اذا انت سمحت لها بانها تاخد جزء من دورك وتساعدك طب ما تساعدها في الدور بتاعها. فالمرأة وصلت لمرحله ان هي انفجرت بقى، انت مالك نسبه الطلاق عدت 50% النهارده، قضايا الخلع طب انا هعمل طب شيل هدومك يا اخي انا خلاص انفجرت. فاللي حصل النهارده انا بحذر منه من سنين طويله، ان يا جماعه المرأة هيجي عليها دور، وخلي بالك احنا ككوتشز ومتخصصين دايما بقالنا 10 سنين بنقول نفس اللهجه وما بنغيرهاش، هي حافظي على بيتك، الراجل ليه تقلبات تحملي ما عندناش بنات بتطلق، ما عندناش مش عارف يا جماعه في ايه. طب هل ينفع ان الناس اللي بتطلع تقول لك والله المراه غير ملزمه بكذا وكذا يعني احنا كمان قربنا نقول لهم مين هيفتح الباب ومين هيكوي ومين هيكلم الولاد، يعني هل وصلنا للمراحل دي؟ الاكستريم ده نتيجه طبيعيه للتطرف يعني، انا لما افضل اضرب في حد اضربه لازم ينفجر في الاخر ويثور. فاللي انا بقول عليه اللي حصل النهارده ده هو جرس انذار، من فضلكم ركزوا مع اللي بيحصل شويه. انا طبعا ضد اللي بيحصل ده، كل ده عبث، الطلاق عاليه جدا طبعا، وعايز اقول لك ان كل الخلافات اللي زي دي كل بيقولوا ده كلهم ترندات، كل عايز يطلع ترند كده عشان يتشهر، كل الناس اللي قالوا مع احترامي كل الاسماء دي كلها، لكن هي كلها هدفها معروف يعني هم مش بيسعوا لاصلاح الاسره لكن بيسعوا لعمل ضجه. في واحده طلعت قالت الست مش مسؤوله انها تشوح كبده لجوزها بالليل، وكاتبه ترند ومنشط عالي جدا جدا جدا. ما خلاص بقى الدنيا بقت كده خلاص، مش محتاجه. طيب انا برضو خلينا برضو احنا نكون حقانيين، خلينا نقول انه في مرأة هي اللي بتربي الرجل، ما هي الرجل ده الطفل بيبدأ طفل، فأنا اللي بربيه، فأنا كمان بربيه على إنه إيه، أخته تبقى قاعدة حبيبتي قومي اعملي لأخوكي كذا، لا معلش كذا، يعني إذا كمان المرأة لازم تفكر وهي بتربي الطفل الصغير إن هو رجل المستقبل. أقول لك في فكرة عميقة جدا الوقت اللي فات أنا بدأت أفكر قوي، إيه فكرتنا عن الأم والمرأة؟ أنا هستخدم تفسير كده شوية. عندنا صورة للبقرة إنها بتحلب، بناخد منها الحليب وبناخد منها اللحمة، وهي مش مطلوب مننا نديها حاجة. الصورة دي متاخدة إن الأم عليها الدور إسعاد الأطفال وإسعاد الزوج، وهي رمز العطاء فقط والأخذ. فبنربي جيل ما يديش ماما، ونيجي نسأل أي راجل كان بيقول لنا ناس في الحملات إحنا كنا بننزلها في المدارس، مين اللي بيربي يقول لك ده دور الأم. فعندنا أربع صور بس للرجالة، بس الأم بتربي، عندنا صور أربع صور رجالة الأم بدأت تقتنع بيها، إن المرأة المصرية مقتنعة بنفسها. في واحدة قالت لي إيه، أنا أستاهل أتضرب، أصلا ضايقته، هي قالت لك أستاهل أتضرب. اكتشفت إن دي حاجة، ده معتقد. في فرق من فكرة المعتقد، المعتقد دي حاجة بتتكرر كتير قوي، بنكررها في الميديا، بنكررها في التلفزيون، بنكررها في أربع صور الرجالة هم مقتنعين بيها. طول ما أنا بصرف عليك أنت محتاجة إيه، طول ما بديكي فلوس تربية العيال عليا، تاني حاجة
طول ما انا باجي بابا الفزاعه فيجي بابا دوري ان انا اجي بالليل بابا هيجي موتك يا حبيبي. كلمه هيموتك دي كلمه كتيره قوي. او انا هكلم بابا واقول له انت عملت ماشي. ايه اخوفه بابا البعبع. بابا البعبع. فاحنا عندنا صور لبابا اللي هو الصور مش موجوده مش الحقيقه. وعلى المراه كل حاجه. اغلب الرجاله يقول لك ايه دور المراه لو انا بصيت بره يبقى هي عيب عليها هي. طب انا نفسي ايها الرجل اللي بيسمعني النهارده ربنا ما ادكش اراده، ايه الفرق بين الحيوان والانسان؟ الانسان الله اداله اراده يسيطر على عينيه وحواسه، الحيوان لا يسيطر. انت اكبر بكتير قوي صحيح. من انك انت تصغر نفسك في ان واحده تقدر تحركك وانك تخون عشان واحده عدت قدامك بفستان لو لا مؤاخذه مش كويس صحيح. فاحنا النهارده نفسي اقول للرجاله دوركم اكبر بكتير من انك تكون خزنه ولا تكون فزاعه ولا صحيح. تكون صوتك عالي. انت بابا يعني انت رب هذا البيت. كلمه رب يعني مسؤول. طيب انا هنقل الكلام وارجع لكم بس انا هرجع تاني واقول انا من مدرسه انه ما هي الام هي اللي بتربي الطفل اللي هو هيبقى رجل وهي كمان اللي بتربي البنت اللي هي هتقود الاسره. فاذا الام والاب مسؤولين عن الاطفال اللي بيطلعوا اللي احنا بعد ما بيكبروا نقول هو ليه ابني عامل كده وليه بنتي عامله كده. تعالوا نناقش ده تاني بعد فاصل. الجدل الزوجي الست تعمل ايه والراجل يعمل ايه، الجدل اللي بقينا عايشين فيه الحقيقه في برامج عايشه على هذا الجدل. وانا ما بحبش الجدل اللي هو ما حد ضد حد لانه العلاقه بيقوم بيها اتنين. انا مش عايزه اظلم مثلا الدراما القديمه مش الدراما الحديثه، الحديثه لا اكلمها واناقشها واحلل فيها، لكن الدراما القديمه الزمن القديم اللي هو لو رحنا لبين القصرين ست امينه وست سيد ده كان الشكل القديم فاهم ازاي، ولكن الدنيا اتغيرت. لكن هل الناس مشيت مع التطور ولا واخداه بس في اللبس من بره؟ يعني ليه البيوت مش ماشية مع الشكل بتاع العائلات؟ يعني تلاقي العيلة كده، خلينا ناخد مثال الأم لطيفة ولابسة لطيف والراجل لطيف والولاد، لكن جوه في مشاكل كتيرة جدا. عشان هما في فكرة بتقول أهم حاجة منظرنا قدام الناس. احنا بنلعب لعبة الأسرة بس احنا مين مش مهم، شبه الأسرة بس احنا مش احنا عشان كده بنربي ولاد خالتك رأيها ايه؟ جدك رأيه ايه؟ بابا مهم شكلنا ايه قدام الأسرة. بس اسمحي لي هعمل حاجة خارج النطاق صدقني. في الفصل انت قلتي لي حاجة مش هقدر ما اقولهاش. بس ده كان كلام معلش تحت الهواء. لا معلش كلام تحت الهواء. انا يا جماعة اسمحوا لي النهاردة المرحوم الفنان ممدوح عبد العليم انت شهدتي عنه شهادة النهاردة انه كان راجل كامل الرجولة وقدر يخلي واحدة زي حضرتك تقفي وتي بيقولي لك يلا انزلي اشتغلي وكان يقعد هنا. انا عايزه اتكلم عن النموذج ده. في ناس ميته لا وكان بيربي بس عايشه وكان بيروح بيها التمرين وكان بيروح المدرسه اولياء الامور وكان بيروح يجيب اليونيفورم. لا ما كانش في اي مشاكل. اسمحي لي اقول لك هو في ناس ميته عايشه في ناس عايشه بس ميته. والنهارده في ناس اباء في عايشين وسط اهل ولادهم بس هم ميتين بس هو عايش مع بنتك. لا ده في اهالي يقول لك هو انا مش فاكر ابني في سنه كام. يعني انا عايزه اقول النهارده في شخص هو عشان شاعر. انا النهارده بقول الراجل اللي شاعر برجوله كامله وحاسس ان هو جواه راجل كامل هيقدر يحط مراته في المكان السليم ومش هيتخانق معاها مش هيغير من نجاحها كمان. عارفه فكره انها تبقى ناجحه وهو ما يغيرش من نجاحها ما يغيرش منها لان هو رجولته. احنا عندنا مشكله عدم الثقه في النفس في الراجل بيخليه مهزوز فبيقول لها ايه ما عملتليش ليه كوبايه الشاي في وقتها. لا هاتيلي كوبايه ميه هاتيلي كوبايه ميه وهو يعني. وده دورك انت ان انا ابقى مبسوط وهو كانه ولو ان مفيش مشكله لو هي موجوده وما عندهاش مشكله عايز كوبايه ميه الست بتعملها بقلب وحب وتجيب له ميه وتجيب له كل حاجه مفيش مشكله. أنا عايز بس ما يبقاش اوامر. بصي انا عايزه اقول حاجه احنا الادوار ربنا خلقها. انا دوري كزوجه اتبع ربنا خلق راس الراس دي هي التي تقود. احنا عايزه اقول النهارده لكل المشاهدين المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. الهرم لازم يكون ليه راس وليه قاعده صح. ربنا ما نقدرش نقوله ليه انه خلق الراجل بامكانيات ذهنيه وعقليه ان يقود بس خلق ان الراجل ده هي تكون ضلعته التي يحميها ويحتويها ويأواها ويكون رب له. كلمه رب يعني مسؤول ان يكبرها. بصي انا بتفق معاكي في كل اللي بتقوليه بس انا عايزه انقل الكلام واقول احيانا البيوت بيبقى فيها نوع من انواع النديه. يعني احنا داخلين الجوازه ند لبعض
طب انا هشوفه عمل ايه عشان انا اعمل ايه، ولو انا متضايقه منه فانا كرله كل المشاكل اللي هو ما عملش، او هو يكرلها كل المشاكل، ما عملتش. ايه اللي لازم يحصل عشان البيوت تبقى طبيعيه؟ لانه الزمن اتغير. يعني لو بتكلم على الست امينه، ما احنا ما بقيناش الست امينه، الست بتخرج بتشتغل، الست بقت وزيره وبقت في مناصب كتيره، فايا كانت الست بتعمل اي مهنه بسيطه كبيره صغيره، والراجل بيعمل نفسه. ازاي نقدر نخلي البيوت طبيعيه؟ بصي، هو ده محتاج وقت. ليه؟ لان احنا بنتحرك في حاجه اسمها النقله الحضاريه الاسريه. يعني لو احنا جينا للغرب هنلاقي ان الطبيعي جدا ان الست بتشتغل والراجل بيشتغل وكل واحد عارف دوره، محددين كويس جدا. لكن بما ان ده دخيل على المجتمع العربي فعامل شويه لخبطه، لسه الست مش عارفه حقوقها ولسه الراجل مش عارف حقوقه. طب انت لما اشتغلتي بقى مطلوب مني اساعدك في البيت ولا انا لازم اكمل شغلي؟ فعايز اقول لك ان الفكر الاشتراكي في البيت، ان يكون الزوجه والزوج بيشتركوا مع بعض في هذا الكيان، ده جديد، لسه جديد علينا كمجتمع عربي. فعشان كده تلاقي الكوتشنج واحنا كمتخصصين تلاقي نظهر كتير قوي من دول. الاسره محتاجه مننا تقول لنا ايه، طب نعمل ايه، طب اعمل جوزي زي انا بشتغل وهو خايف من نجاحي، طب انا اعمل اساعد في لوتو ما اساعدش. فده هيتعدل امتى؟ هيتعدل مع الوقت. النديه، انه الناس لازم تبقى تنزل بالرحمه، يعني ننزل، ما بلاش النديه الزياده. من النديه جت لي بقى، جت لي لان هي مش فاهمه دورها، هي متخيله ان هي بما انها النهارده بتشتغل فبالتالي انا بقيت ندي ليه، فارجع اقول لها لا استني شويه، شغلك دوت فايل ومشاعرك فايل تاني خالص، تعالي نفصل المشاعر عن الحقوق على الواجبات، تعالي نفصليها. فبالتالي هي لسه المساله بالنسبه لها مش ملخبطه، مبهمه، مش عارفه تكمل ازاي يعني. فاحنا بنقول لها لا، تعالي اعرفك ايه حقوقك وواجباتك. فاللي بيحصل النهارده ده برغم ان هو يبدو عبث ويبدو ان هو مبالغ فيه جدا، لكن في شق ايجابي جدا. عارف ايه هو حكايه حط النقط على الحروف؟ يعني واحده بعت لها صفحه امبارح بتقول لي طب الكلام ده ينفع نطبقه؟ قلت لها ينفع يتطبق. تخيلي برغم ان هو احنا نهار النهارده ننسي عبث في اللي بيحصل، لكن ينفع اطبقه. لما النهارده يجي لي زوج بخيل وبيطالب بكل حقوقه في المطلق، ان بشتغل انا ست بشتغل وهو بيشتغل وبيطالبني بان انا لا روحي نظفي تخلصي شغلك وتيجي تعملي تودي العيال المدارس، اقف له هنا بقى اقول له لا تعالى بقى نشوف الترند اللي شغال كل يوم، انا مش مطلوب مني ان انا اشتغل لك خدمه في البيت. هنا هقف وامسك له الورق بقى، انا مش مطلوب مني اعمل لك في البيت، انا مش مطلوب مني. عارفه شافتي هعمل ده فعلا. عارفه ليه؟ لان انا لقيت النهارده نموذج رجل نرجسي او اناني ومدمر كل حقوقي. فبالتالي بقول له ايه، تعالى زي ما حصل من فتره موضوع القايمه ده، انا قلت اوكي يا جماعه احنا نفتح الفايل ده ونعرف الحقوق والواجبات ونركنها على جنب ونخليها للطوارئ. يعني قالوا لي ايه يعني يا بنت، انت بتتكلم في اننا ينفع فعلا نعمل قايمه واكتب على جوزي وصل امانه وبتاع وكده؟ لو الراجل مشكوك فيه ما توثقيش في بس أصله. لو مشكوك فيه اتجوزه ازاي اصلا يا فندم؟ ده عايز له موضوع تاني. ما نعرفوش لسه. ضايق جاي لي ضيف صالونات، عايز صالونات اقول له ايه؟ ما هو انا ما اتجوزوش. ما اتجوزوش اصلا. انا اسفه جدا، معلش هختلف يعني. معاك، لا ما اتجوزوش. حضرتك 70% من جوازات مصر صالونات اصلا. لا لا انا عايز اقول لك احنا هنبدا نجدول الطلاق قبل الجواز. طيب خليني الحقيقه الموضوع يحتاج نتكلم فيه مره واثنين وثلاثه، لانه التربيه مهمه والاسر مهمه. انا بشكرك جدا يا استاذ ايهاب معوض خبير العلاقات الاسريه. والكلمه الاخيره اللي عايزه تحبي تقوليها، الناس تسمع ليه ما تعملوش البيض والبقسماط والحاجات دي كلها مش على الزوجه، ولا الناس ما تبصش للحاجات دي لانها لا تقيم اسره؟ هقول جمله واحده، نعمل حاجه اسمها تنتن تنتن تنتن. ايه رايك في التنتن دي بقى؟ هجيب ورقه وقلم، ولو راجل مثقف او حتى ما بيقراش هقول له انا عندي 10 حاجات اكتبها. انا بشكرك انك بتشتغل وبتعمل وبتعمل وبتعمل، هذكر الكلام الحلو، ان الكلمه الحلوه تصرف الغضب، وبعدين اقول له تعمل كذا وكذا. انا محتاجه منك تديني مساحه، انا ببقى تعبانه وانا جايه من البيت، اكتب 5 حاجات مش اكتر من كده، ما اقعدش اقول له بلاش الصباع بلاش الصباع التنتن ده، اكتب 5 حاجات مضايقني واقول له يا حبيبي اتمنى منك مساعدتك في الحته دي. طبعا انا اوافق جدا على الاسلوب ده، لا لو سمحت تساعدني في كذا وكذا، لو سمحت الكلام ده كرجل في الحته دي. هو الجواز في المطلق هو موده ورحمه، لو طبقنا وخلي الدستور نخلي الدستور هو ده اللي هيمنع دستور التنتن. مهما كان الرجل هيفضل هو الرجل، له كل الاحترام، والمراه هي حضن الامان في البيت وهي حضن الامان لاسرتها. الكلام هيفضل يتجدد، المهم التربيه، اتنين هما اللي بيربوا أسرة، هما اللي بيخرجوا بيها إلى المجتمع عشان نبقى مجتمع في الآخر سليم وصالح. وقتنا انتهى في 9 الخميس، غدا تلتقون مع زميلة العزيزة دينا عبد الكريم، أما أنا ألقاكم الخميس المقبل بإذن الله إذا عشنا. اصبحوا على ألف خير.